بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه والعالميه. وزي كل يوم وزي ما عودناكم، البدايه دايما بتكون باهم العناوين. موقف الزمالك، مكاسب بالجمله. عودة سامسون. صلاح والأولمبياد، ملف مغلق. وأخيرا هاني عبد النبي في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حلقتنا واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه، هو قرارات اتحاد الكرة المصري بالتحقيق في كل الأخطاء التحكيمية بناء على طلب نادي الزمالك. منتظرين آرائكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. مساء الخير والهنا على جمهور نادي الزمالك، احلى واجمل جمهور في الدنيا. ربنا يجعل يومكم سعيد وكل ايامكم تكون سعيده وجميله. ولا حديث في الشارع الرياضي الكروي المصري غير الوقفه والموقف العظيم اللي عمله نادي الزمالك من اجل تصحيح المسار. والموقف دوت كشف العديد من الامور المستخبيه، كشف العديد من الأمور اللي كانت ماشية بطريقة غير صحيحة. الموقف هيفضل موقف تاريخي. أول يوم هنا وقفنا بعد موقف نادي الزمالك قلنا ده موقف لصالح الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية، والتاريخ هيقول ده، هيقول أن نادي الزمالك هو اللي وقف وتصدى لكل هذه الأخطاء. تصدى الأخطاء كتير على الساحة الرياضية الكروية المصرية، وكشف العديد من الملفات المستخبية. حاجات كتير كانت ماشية غلط. نادي الزمالك هو اللي وقف وطالب يكون في عدالة، يكون في تكافؤ فرص، يكون في احترام لكل المنافسين. البعض هيقول هو الزمالك عمل ايه يا عم احمد يا حازم يا اللي طالع عمال تقول وتتكلم ومقدمة كبيرة. أقول لحضرتك يا فندم، الزمالك عمل إيه؟ الزمالك خلى أغلب الأندية تخرج عن صمتها. شفنا دعم غير مسبق ودعم كبير من كل أو معظم رؤساء الأندية في الدوري المصري الممتاز. رؤساء الأندية اللي بتأيد موقف وقرارات ومطالب نادي الزمالك. ولسه من يومين تصريحات لرئيس نادي امبي وبلدية المحلة والمقاولين ووادي دجلة والمصري وغيرهم من الأندية. يعني مثلا الأستاذ أيمن الشريعي، وله منا كل الاحترام والتقدير، رئيس نادي امبي، قال إيه بقى؟ قال اللوائح الضعيفة سبب وصول الحال لهذا الوضع الصعب. أطالب بإدارة محترفة قادرة على ضبط مواعيد الدوري والالتزام باللوائح، والجميع محق في اعتراضاته. طيب، رجب عبد القادر نائب رئيس المصري البورسعيدي قال لائحة الدوري تأتي إلى الأندية ويتم الموافقة عليها بالإجبار. ده تصريح في غاية الخطورة، بيبرر إن المسابقة ستنطلق الأسبوع المقبل ويجب التبرير بقى، يعني ها المبرر بتاعهم، يعني يجب أن يوافق الجميع عليها دون شروط. وتم رفض خوض المصري مبارياته على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية رغم تعاقدنا على ذلك من بداية الموسم. وذلك طبيعي أن نصل لتلك المشاهد لغياب العدالة وتكافؤ الفرص. طيب، نشوف الأستاذ مصطفى شلبي رئيس نادي بلدية المحلة، قال بأنه يوجد أزمات، الأزمات الشامي عفوا يا جماعة،
يوجد أزمات شديدة في الدوري المصري، وأؤيد موقف الزمالك الحالي دون الدخول في تفاصيل، لأن قرارات ومطالب الزمالك جاءت بعد تجاهل الطلبات اللي تقدم بيها واللي الناس طالبوا بيها، ومجلس الإدارة صوته اتنبح، وإحنا صوتنا اتنبح، والإعلام صوته اتنبح، والجماهير صوتها اتنبح، ومحدش سامع. غير معقول. طيب، ده فيما يخص تصريحات رؤساء الأندية والمسؤولين في الدوري المصري الممتاز أو ممثلين الأندية ورؤساء الأندية. من هنا أنا عايز أقول إن في حالة كبيرة من الدعم الغير مسبوق، وشفنا بعدها على طول إعلان المؤجلات بالترتيب. على عكس إيه بقى؟ ها؟ اللي بالك فيه اللي كان بيحصل زمان. عكس اللي كان بيحصل قبل كده. شفنا كمان إعلان جدول الدوري بالكامل. شفنا احترام لطلبات نادي الزمالك. هل الأمر صدفة؟ لا. طيب، هل الأمر وقف عند كده؟ لا. شفنا إعلان المؤجلات، شفنا اتحاد الكرة امبارح من خلال مركزه الإعلامي أعلن التحقيق في كل القرارات التحكيمية اللي كان عليها لغط وخطأ، وهياخد قرار مهم بعد انتهاء التحقيق. طيب، من هنا حد يسألني سؤال، هل ممكن يرحل رئيس لجنة الحكام؟ أرد عليك وأقول لك كل شيء وارد. تاني، كل شيء وارد. الوقفة اللي وقفها الزمالك والموقف التاريخي بتاع نادي الزمالك لما جينا هنا في البرنامج تاني يوم على طول وقلنا لكم ان احنا بصدد موقف تاريخي من مجلس ادارة نادي الزمالك لمصلحة الكرة المصرية ولمصلحة كل اندية الدوري المصري الممتاز، احنا ما كناش بنقول شعارات. ومجلس الادارة لما وقف هو فعلا وقف لمصلحة الجميع. الزمالك الوقفة اللي هو وقفها دي ليها نتائج مبهرة، ولسه كمان هتشوفوها زي ما انتم في الساعات الأخيرة شفتم بعض النتائج أو بعض المكاسب. طيب، ده فيما يخص الأندية وموقف نادي الزمالك ومجلس إدارته العظيم في الحقيقة. عايز أتكلم مع حضراتكم، أنا هنا دايما في البرنامج ولا عمري اتكلمت في تحكيم ولا في غلطات تحكيم ولا أي حاجة، بس الموضوع بوخ، الموضوع زاد عن حده. لو احنا هنا في البرنامج ما طلعناش نقول للمشاهدين الحقيقة هنفقد مصداقيتنا. فبالتالي احنا وظيفتنا هنا تقديم اعلام هادف في قناة نادي الزمالك، وبالتالي دايما بنقول احنا سيف ودرع لنادي الزمالك بسياسة تحريرية محترمة. عايز اقف شوية هنا عند تصريحات الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام. قال ايه امبارح؟ والله في مثل يقول لك كده، همي يبكي وهمي يضحك. قال لك انا ما شفتش مباراه الزمالك والمصري. بجد والله يا كابتن؟ حقيقي يعني؟ يعني ده تصريح يدينك يا كابتن. انت عايز تقول ان حضرتك مش بتشوف شغلك؟ حضرتك عايز تستفز الناس؟ او حضرتك مش متابع شغلك؟ يعني اتفهم ان حضرتك ممكن تكون في اجازه زي ما انت قلت وكنت في الحج وربنا يتقبل. طب يا حاج محمد، مش لما رحت او لما رجعت من الحج كان واجب عليك وكان لازم تشوف الماتش اللي مصر كلها بتتكلم عنه وتشوف ايه سبب الازمة، او مش عايز اقول سبب الازمة، القشة اللي قسمت ظهر البعير؟ تصريح غريب جدا ومستفز جدا في الحقيقة، يعني بيستفز قاعدة كبيرة جدا من الجماهير. حريك يا فندم، ده جزء لا يتجزأ من مهام عملك يا كابتن. حضرتك شغال في لجنة التحكيم أو لجنة الحكام، دوام كامل ولا جزئي ولا إيه بالظبط القصة؟ أصل التصريحات دي معناها إن لجنة الحكام عاملين الشغل بنظام الشفتات، فلو حصل فعلا دي تبقى مشكلة أو مصيبة. يعني حضرتك بتقولي إن ده ما حصلش في الشفت بتاعي فهقول ماليش دعوة مثلا ما شفتوش، ده حد غيري هو المسؤول، ونقعد بقى إيه نحدف لبعض القصة؟ تصريح غريب جدا في وقت برضو يعني مش طبيعي جدا يا كابتن ان حضرتك تطلع تقول هذا الكلام في هذا التوقيت. تصريح تاني للكابتن فاروق بيقول ان هو مجهز مفاجأة في نهاية الموسم. طب ما تقول لنا دلوقتي يا كابتن، يعني ليه المفاجآت؟
يعني ليه مستني لاخر الموسم؟ طب الاولى ان انت تقول دلوقتي، صح ولا ايه؟ من الحاجات برضو الغريبه اللي سمعناها في تصريحات الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام، بيقول ان الحكام مش بياخدوا مستحقاتهم. طب على فكره دي حاجه تدينك، دي حاجه ما تشفعلكش ابدا. حضرتك وبدورك نائب رئيس لجنه الحكام لازم حضرتك اللي تجيب حقوقهم. من الحاجات المؤسفه ان حضرتك تقول التصريح ده وحضرتك طالع تقول لي الحكام خط احمر. لا يا فندم، حضرتك مفيش حاجه اسمها ولا خط احمر ولا خط اصفر ولا خط اخضر، مفيش حد فوق الانتقاد، مفيش حد فوق القانون، مفيش حد فوق اللوائح. دي لائحه يا كابتن، وده اعلام دوره ان هو يسرد الاحداث ويناقش، وفي خبراء وفي محللين وفي صناعه. حضرتك مش عايش لوحدك، حضرتك في عمل عام، وطالما حضرتك ارتضيت ان انت تشتغل في العمل العام يبقى حضرتك ترضى بالتوابع بتاعته. وزي ما بتعمل حاجه كويسه بنطلع نسقف ونشكر، حضرتك لما تعمل حاجه غلط هننتقد، وده دورنا. اللي بيغلط بيتحول للتحقيق ويتعاقب، واللي بيعمل حاجه كويسه بنطلع نقول له شكرا ونشكره عليها، واعتقد ان هو بيكون ليه بونص او بيكون ليه يعني الجايزه بتاعته او وات ايفر يعني، او ايا كان ايه النتيجه بتاعت عمله اللي بيحصدها، سواء بقى من جمهور سواء من منظومه ايا كان. رجع برضو وقال انا تشبعت من كل حاجه. كابتن محمد فاروق، دي رساله حابين نوجهها لحضرتك من قناة الزمالك. لو حضرتك تشبعت احنا عايزين واحد جعان شغل، لو حضرتك تشبعت احنا عايزين كادر ناجح جديد عايز ينجح ولسه عنده طموح ومشبعش، عايزين واحد جعان نجاح، عايزين حكام يكونوا دايما على قدر الحدث، عايزين مسؤولين في لجنة الحكام يكونوا بيديروا المنظومة باقتدار كبير، عايزين حكم كويس نحطه على راسنا يا كابتن ونقول له شكرا. حضرتك طالع عمال فاتح دولاب الانجازات وبتقول ان حضرتك حكم او كحكم سابق كنت درت 500 مباراة ولا 600 مباراة. طب حضرتك كمسؤول بقى اضفت ايه؟ حضرتك كحكم سابق ممكن تكون كسرت الدنيا، ولكن ممكن تكون كمسؤول مش موفق عادي. يعني اكبر اللعيبه في العالم لما بيعتزلوا وبيجربوا حظهم في التدريب ما بيمشيش معاهم، يشتغلوا بقى في الاعلام، يشتغلوا في التحليل، يشتغلوا في الاداره. وبعدين بيقول الكابتن جمال الغندور وله منا كل الاحترام والتقدير، لازم الحكام يكونوا ايد واحده. يعني يا كابتن هو احنا في خناقه؟ حتى كابتن جمال الغندور قال له يعني يا كابتن فاروق احنا مش داخلين نتخانق. فانا برضو عايز اقول لكابتن فاروق دي كوره يا فندم، والموضوع ابسط من كده بكتير. يعني كبرت الموضوع جدا والله يا كابتن، هي ولا معركه ولا حرب ولا غيره. ومن غير زعل، تصريحات اعتقد ان هي لا تليق بالوضع او بالموقف السابق. مش عايز اقول اكتر من كده، مش عايز اقول غير ان الوضع الحالي محتاج يكون في اداره حكيمة قادرة ان هي تعترف بوجود الخطأ. وعلى فكرة بالمناسبة الاستاذ احمد دياب كان ليه تصريحات عبر شاشات اون تايم سبورتس، الراجل قال فعلا في مشاكل في التحكيم وفعلا بدأنا نواجه القصة وبدأنا نشوف. فيعني يعني يا جماعة يا ريت نتقي ربنا شوية، ويا ريت نبص لمصلحة الكرة المصرية. والله انا مطالع هنا طبعا حقنا ودورنا وواجبنا ان احنا بندافع عن نادي الزمالك، بس مصلحة الكرة المصرية هي الأهم بالنسبة لنادي الزمالك. تعالوا نطلع نشوف التقرير دوت، فاصل سريع ونرجع نبدأ أخبارنا مع حضراتكم. من جديد بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، والبداية دايما بتكون بأخبار فريقنا اللي بيواصل تدريباته الجماعية النهاردة تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني، استعدادا للفترة المقبلة من أجل الحفاظ على مستوى اللاعبين الفني والبدني والجاهزية لأي مباراة. طبعا الجهاز الفني لفريقنا حريص على تجهيز اللاعبين تحسبا لاي شيء خلال الفتره المقبله، وان الفريق بيرجع مره ثانيه او تحسبا ان الفريق يرجع مره ثانيه للمشاركه في المباريات، خصوصا في ظل
تلبية أغلب المطالب اللي طلبتها الإدارة. نروح لثلاثي فريقنا، الكابتن والقائد محمود عبد الرازق شيكابالا والتونسي سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح اللي بيواصلوا التأهيل على هامش التدريبات اليوم على ملعب النادي ده، طبعا وفقا للبرنامج اللي موضوع للثلاثي لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. ده طبعا في ظل الإصابة اللي بيعاني منها الثلاثي، يمكن سيف الجزيري كمان كان ليه فقرة تأهيلية وبدنية مع اللاعبين في بداية المران قبل خوض باقي المران بشكل منفرد من خلال أداء تدريبات بالكرة. كمان شيكا أدى بعض التدريبات التأهيلية بالكرة داخل أرضية الملعب. لسه مكملين معاكم من عند الجهاز الإداري اللي خلاص بالفعل نجح في إنهاء إجراءات استخراج الفيزا الخاصة بوصول طيب ده فيما يخص محمود علاء اللي حقق 3 دوري و2 كاس وشارك مع نادي الزمالك والسوبر المصري والإفريقي والكونفدرالية وبطولات كتير جدا لهذا الرجل اللي احنا بنكن ليه كل الاحترام وكل التقدير، والموقع الرسمي وقناة النادي وكل السوشيال ميديا الزملكاوية وقناة النادي وكل المسؤولين في الحقيقة بنقول له شكرا محمود علاء. نروح بقى لمحمد عاطف اللي بيخضع لبرنامج فني خاص تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز اللي بيجهزه لقيادة الجبهة اليسرى تحسبا أي مباراة هيشارك فيها نادي الزمالك أو لأي مباراة هيشارك فيها نادي الزمالك في ظل غياب أحمد فتوح، وبيؤدي فتوح برنامجه التأهيلي تحت إشراف المتألق المجتهد الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإصابة في كاحل القدم. تعرض طبعا لهذه الإصابة خلال التواجد في معسكر منتخبنا الوطني الأخير. من جديد بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ونبدأ أخبارنا العالمية من عند ريجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي اللي أغلق تماما ملف استدعاء النجم المصري محمد صلاح لاعب وأسطورة منتخبنا المصري وليفربول الإنجليزي وأسطورة البريمير ليج بعد تمسك ناديه الإنجليزي. كمان مسؤول منتخب مصر الأولمبي فتحوا خط اتصال مع عمر مرموش نجم فرانكفورت الألماني للتعرف على موقفه من تمثيل المنتخب الأولمبي في الأولمبيات، وبيترقب بقى ميكالي خلال الساعات المقبلة حال طبعا مشاركة عمر مرموش، لأن خلاص زي ما حضراتكم عارفين أن تريزيجيه هيغيب عن السكور بتاع منتخبنا في الأولمبيات بسبب رفض فريقه التركي. وزي ما احنا عارفين قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 اللي أسفرت عن وجود منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة برفقة إسبانيا والدومينيكان وأوزباكستان، وتريزيجيه كان ليه موقف محترم جدا. الراجل نزل بوست على السوشيال ميديا بتاعته وقال ان هو بيتمنى التوفيق لمنتخبنا وقد ايه ان هو كان نفسه يكون موجود. نروح بقى للاتحاد الاسيوي اللي بالمناسبه قرر توقيع عقوبه على كل من لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق خلال مواجهه العين الاماراتي في ربع نهائي دوري ابطال اسيا. طبعا النصر ودع بطوله دوري ابطال اسيا من ربع النهائي بعد الإقصاء على يد العين الإماراتي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1. الاتحاد الأسيوي أصدر بيان رسمي بيفيد تغريم لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر ب$7,000 بسبب دخوله في مشادات بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة. كمان فرض الاتحاد الأسيوي غرامة مالية على الدون كريستيانو رونالدو بقيمة $15,000 بسبب مخالفة العلامة التجارية خلال البريس كونفرنس قبيل مباراة العين. كمان الاتحاد الأسيوي حذر رونالدو من تكرار هذه المخالفة مرة أخرى وإلا سيتم فرض عقوبة أشد بعد الغرامة المالية عن النسخة الماضية. رونالدو طبعا ما بيحبش يخسر ولعيب يعني حالة مش معتقدش إنها ممكن تحصل تاني في تاريخ كرة القدم. تشوفه وهو في سن 40 سنة بيعيط بالدموع
ان هو بيخسر بطوله على الرغم من الراجل كسبان تشامبيونز ليج ويورو واخد احسن لعيب في العالم ودايما بينافس على البالون دور. بتقولوا ايه يا شباب؟ طيب قبل ما نكمل اخبارنا العالميه بينضم لينا الكابتن الكبير نجم نجوم نادي الزمالك والمتوج بالكونفدراليه الافريقيه مع نادي الزمالك كابتن بهاء مجدي. كابتن بهاء مساء الفل عليك. مساء الفل يا محمود، عامل ايه؟ طمني عليك يا نجم. انا تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ في الساحل ولا هنا؟ يعني ماشي كابتن بهاء، في البدايه عايز اتكلم معاك بقى على القرارات اللي اصدرها مجلس اداره نادي الزمالك والبيان الاكثر من محترم والاجماع من كل الجمهور الزملكاوي على هذه القرارات بدات تؤتي بثمارها بقى، بدانا نشوف تحركات في هذا الصدد سواء من جانب الاتحاد او الرابطه وايضا لجنه الحكام. يمكن المركز الاعلامي للاتحاد المصري لكره القدم كان اصدر بيان ان بيتم التحقيق مع هؤلاء الحكام. اكيد طبعا هم يعني احسن حاجه في مجلس الاداره هم بيتكلموا بصوت الجمهور. يعني تحس ان هو بقى صوت واحد خلاص، الجمهور والاداره متفقين على حاجه او على قرارات بيتم تنفيذها وده اللي احنا عايزينه اللي هي مصلحه النادي. خلاص شوف مصلحه النادي فين ونعمل يعني اكثر ما في وسعنا من جهد عشان خاطر نجيب حقنا، بس ده اللي الناس عايزاه كاداره وكجمهور. فده حقنا طبعا ان احنا لما نتكلم بنبقى عارفين احنا بنتكلم في ويبقى عندنا حق واقفين على ارض صلبه. بيبقى صحيح. النتيجة كده ان اتحاد الكرة يتكلم مع الحكام ويعاقبهم وتلاقي في حاجات فعلا في نتائج. فده لازم نتكلم، لو ما اتكلمناش الكلام ده مش هنلاقي بقى، هيفضل بقى الزمالك طول عمره بيتظلم وفي نقط بتضيع مننا وفي ماتشات بتضيع مننا. صحيح. فطبيعي ان احنا لازم نتكلم، ده المفروض يبقى الطبيعي على طول. يتعمل لنا حساب زينا زي اي فريق في مصر، مش مطلوب اكتر من كده. كابتن بهاء، فيما يخص مجلس إدارة نادي الزمالك من زمان ما شفناش مجلس إدارة بيحظى بهذه الجماهيرية والشعبية والتأييد الغير مسبق من كل الجماهير الزملكاوية في كل حتة من المحيط للخليج. ما هو أكيد زي ما قلت لك في الأول إن الإدارة والجمهور صوتهم واحد، يعني تحس إن هو عقلية واحدة وتفكير واحد، فطبيعي هيبقى في اتفاق. ده اللي الجماهير عايزاه، ان حد يسمع صوتها، حد ينفذ طلباتهم، وده اللي مجلس الاداره بيعمله. دي حاجه محترمه جدا منهم، وطبعا يعني مع النتائج، مع في 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 نتائج كويسه كفرقه كقرارات، الحاجات دي كلها الجمهور بيحس ان خلاص صوته بيوصل، فطبعا هتلاقي في يعني في تعاون، وده اللي الجماهير عايزاه. مش محتاجين من مجلس اداره اكتر من ان هم ينفذوا طلبات الجمهور في الصح، يعني في الحاجات الصح المفروض انها تتعمل. في الحقيقه القرارات وبيان مجلس اداره نادي الزمالك مش بس كان بيحظى بدعم جمهور نادي الزمالك، ولكن كان بيحظى بدعم العديد من الفرق الاخرى ورؤساء الانديه الاخرى. بتشوف ده ازاي؟ صح، لان هي مش مشكله نادي الزمالك بس، انت عندك في كذا نادي بقالهم من اول الموسم يعني صوتهم عالي بسبب النتائج والحكام والاخطاء. صحيح. يعني طبيعي كل الناس بتبقى نفسها تاخد خطوه او تعمل حاجه، بس انت زي ما انت عارف بتلاقي انديه مثلا زي مثلا سيراميكا فمالوش جماهير، يعني صوتهم مش واصل هيعمل ايه؟ فلازم نادي بحجم نادي الزمالك هو اللي ياخد الاكشن ده عشان خاطر الدنيا تتظبط او تتعدل، يعني احنا عايزين مصلحه الكوره. صحيح كابتن، عايزين اكتر من كده. كابتن بهاء، بتشوف ان موقف نادي الزمالك بدانا نشوف ردود فعل، بدانا نشوف نتائج مثمره لهذا الموقف؟ اكيد، ما هو لان في اخطاء فعلا. لان انت بتتكلم في حاجه موجوده على ارض الواقع، في اخطاء. هو انت مفيش اكتر من انت دلوقتي التحكيم بقى فيه فار. صحيح. وبرضه في اخطاء، طب ايه المشكله بقى؟ لا خلاص يبقى لازم يكون في وقفه، يعني مش حل تاني. في الحقيقه كابتن، احنا خلاص القرار اتاخد وقرار صائب جدا، والنتائج بتاعه القرار بدات تظهر. يعني يا كابتن، من خلال وجودك معايا انا حابب جدا حاله الدعم اللي بيحظى بيها مجلس الاداره، لان الناس ماشيين وفقا لبلان والسيستم، ناس تصريحاتهم متزنه في منتهى الشياكه، حاجه جميله جدا. فبالتالي برضه بنتمنى ان حالة الدعم دي تكون مستمرة من جانب جمهور نادي الزمالك لمجلس الادارة، لان دايما لما المجلس والجمهور بيكونوا على قلب رجل واحد دايما ده بينعكس على اداء كل الفرق الرياضية لنادي الزمالك.
اكيد طبعا، ومحدش يضيع تعبهم يعني، الناس بيتعبوا، الناس بيبذلوا مجهود جامد. ما جيش معلش في ماتش الاقي سوري يعني حكم بيضيع لي مجهودي، فلا محتاجين مساعده ودعم من الجمهور، محتاجين مساعده ودعم من الاتحاد، محتاجين عدل في القرارات، صحيح، محتاجين كل الحاجات دي. طيب ربنا يوفقهم يعني في الخطوه اللي هم خدوها دي وتكمل على خير باذن الله. اخيرا كابتن بهاء، انا بتشرف دايما بوجودك معايا، ولو عندك الشرف اي ليا والله. كلمه اخيره يعني احنا مع حضرتك. لا لا والله، بتمنى بس ان مجلس الاداره يعني تبقى بياخدوا اكشن على طول بالشكل ده، بحيث ان احنا الزمالك يبقى مش عايزين ندخل في الدوامه بتاعت ان احنا عندنا مشاكل في ماتشات وفي تحكيم، عايزين نطلع من الدايره دي ونركز مع الفريق ونركز مع الجهاز ونركز في النادي، عشان خاطر عايزين بطولات، عايزين ننافس في حاجات كتيره، ومش هنفضل طول السنه نتكلم في التحكيم وفي الاخطاء، طب فمش يا عايزهم كابتن، يقاسوا ويفضلوا بنفس الشخصيه دي انا سايبك تسخن عشان هتبقى ضيف هنا ان شاء الله الاسبوع الجاي. ها، ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا كابتن بهاء، شكرا جزيلا. بهاء حبيبي الله مجدي، يرضى عليك. لاعب ونجم نادي الزمالك السابق، لسه مكملين معاكم من عند نادي موناكو الفرنسي اللي اصبح قريب جدا من حسم صفقه التعاقد مع نجم منتخب جورجيا وفريق ميدز جورجيس ميكادز خلال فتره الانتقالات الصيفيه. وطبعا خبير الانتقالات فابريزيو رومانو ذكر عبر حسابه الرسمي على اكس او انستغرام تواصل نادي موناكو الفرنسي لاتفاق شفهي بشان الشروط الشخصيه فيما يخص مهاجم جورجيا. واضاف الصحفي الموثوق في ان نادي موناكو ارسل عرض الى ميدز من اجل الاتفاق على القيمه الماليه للصفقه. بتشوف ان فابريزيو رومانو بقى موثوق فيه من كل جمهور كره القدم في العالم في الحقيقه، يعني الراجل سنه لا يتخطى 26 27 سنه وبيحظى بمتابعه عالميه، حتى الانديه بتاخد منه اخبار، فهو بالتالي موثوق فيه بنسبه، يعني عارف انت اللي هو زي الانستجرام كده، الاكونتات الموثقه اللي هو يبقى جنبه علامه زرقاء فيريفايد، فهي اخبار فابريزيو رومانو كلها فيريفايد. طيب نختم اخبارنا من عند المنتخب الوطني لسيدات كره اليد مواليد 2004 اللي فازوا على المنتخب الكوري بنتيجه 23 29 في لقاء تحديد المركزين الثالث او عفوا الثالث عشر والرابع عشر في بطوله العالم بمقدونيا في النسخه رقم 24 للبطوله، واللي بتقام خلال الفتره من 19 ل 30 يونيو الجاري، وبيحتل فيها المركز ال 13. كمان نجح منتخب الفراعنه في الفوز على الصين بنتيجه 20 25 في اولى مواجهات تحديد المراكز الخمس الاولى. ده فيما يخص الاخبار المتنوعه والعالميه. دلوقتي هنطلع لفاصل عشان الفقره المحببه لدى جمهورنا العظيم، وهي فقره الضيف. هنستقبل ضيفنا اللي هيكون مشرفنا ومنورنا الناقد الرياضي والصحفي المتألق هاني عبد النبي بعد هذا الفاصل. ما تروحوش في اي حته. من جديد بجد ترحيب بحضراتكم مره ثانيه، مشرفنا ومنورنا في الاستوديو الناقد الرياضي الاستاذ هاني عبد النبي الناقد الرياضي. استاذ هاني برحب بيك وبتشرف بوجودك معايا. اهلا بحضرتك، وسعيد ان انا موجود معاك النهارده ومع جماهير نادي الزمالك في بيتهم قناه نادي الزمالك. البدايه من عند بيان نادي الزمالك والموقف التاريخي عقب مباراه المصري البورسعيدي، عايز اعرف رايك في هذه الجزئيه قبل ما نتكلم في اي حاجه. هو طبعا يعني لما بنيجي نتكلم على البيان بنتكلم على تحمل مسؤوليه. انت بتتكلم على مسؤوليه تاريخيه امام مجلس اداره نادي الزمالك في موسم هو عانى منه او عانى من صعوبات شديده جدا، فكره ان هو صعد الامور تدريجيا يعني من البدايه، اعترض على بعض القرارات وبعض الامور اللي بتخص رابطه الانديه او اتحاد الكره فيما يخص الحكام او لجنه المسابقات، لكن ما كانش فيه استجابه بالشكل الكبير جدا. ومش بس الزمالك، علشان خاطر كلم الاعتراض كان كمان من النادي الاهلي ومن بعض الانديه اللي كانت بتعاني مع فكره ان ما فيش شفافيه وما فيش وضوح في المواعيد المسابقات اللي بيشاركوا فيها. وبالتالي النهارده لما بنتكلم على بيان فهو بيان بجد، هو مجلس الاداره بيتحمل مسؤوليه كامله في ان هو ياخد قرارات من شأنها ان انت تعيد صياغه مسابقه الدوري او بطوله الدوري الممتاز بشكل افضل في خلال الجولات اللي هي متبقيه.
بتشوف ان موقف نادي الزمالك كان موقف حتمي يكونه كان سبب رئيسي في تحريك المياه الراقدة في منظومة كرة القدم المصرية؟ اكيد طبعا. انت النهاردة لما بنتكلم على جماهير نادي الزمالك احنا بنتكلم على نص مصر تقريبا، وبالتالي انت لما تتهاون وما يكونش عندك موقف بشكل كبير او بشكل قوي اتجاه حقوقك كنادي، اكيد الامور كانت هتتقلب العكس. يعني النهارده كانت الجماهير هتتهم مجلس اداره نادي الزمالك بالتهاون في حقوق النادي، خاصه ان الاخطاء اللي بيواجهها او القصور اللي بيواجهه نادي الزمالك في المباراه كان بيأثر بشكل كبير جدا على ترتيبه في الجدول وعلى مبدأ العدالة والشفافية اللي احنا بنطالب بيه، سواء كان في مسابقة الدوري او كل البطولات اللي بينظمها سواء الرابطة او اتحاد الكورة. ومن هنا انا كنت برضو عايز اعقب في النقطة دي تحديدا على تصريحات الاستاذ احمد دياب لما جه بيتكلم على فكرة المؤجلات وان احنا بنأجل للأهلي علشان بيشارك في البطولات، وبعد كده ولو الزمالك شارك في بطولات اكتر هنأجله. هنا رابطة الاندية مش منوط بيها ان هي تأجل مباراة لاي جهة، لان احنا بنتمنى ان احنا نشوف الاتحاد الاسكندري في يوم من الايام لو يستحق ياخد بطولة الدوري ياخدها، لان لازم العدالة والشفافية من الاندية كلها بين الاندية كلها تكون موجودة. وبالتالي اللائحة بتقول ان لو الزمالك بيلعب جوه مصر في ليه 3 ايام، لو بره مصر ليه 4 ايام، وبالتالي مفيش حاجة اسمها ان انت تتجاوز فكرة اللائحة اللي اعتمدت من الاندية كلها واللي وافقت عليها الاندية واللي انت بعتها بقرار مجلس ادارة. فلما تيجي تاخد قرار بانك انت تأجل مباراة لاي فريق اكتر من اللائحه وتتجاوز اختصاصاتك كرابطه انديه في انك انت تاخد قرار يقلل او ياخد مسار الدوري الممتاز الى مؤجلات كثيره احنا شايفين ان فيها من عدم الشفافيه وعدم العداله اللي بيحصل دوت، لازم نقف عند النقط دي. ويا جماعه كل واحد عنده اختصاصات ينفذها وفقا لما هو موجود على الورق. اللائحة ما اتعملتش علشان خاطر سين او صاد هو اللي يقرر فيها. احنا بس احقاقا الحق، عذرا على المقاطعة يا استاذ هاني، ولكن احقاقا الحق برضو حضرتك عارف ان احنا دايما بنحب ندي كل واحد حقه، ولو في شيء مش صحيح بنبتدي ان احنا نقف عنده وننتقد فيه. ولكن الراجل قال احنا معترفين بوجود اخطاء وفعلا في مشاكل عندنا في منظومة كرة القدم المصرية، اذا هو معترف بوجود الخطأ. تمام، اكيد احنا مش ضد، احنا مش ضد حد ولا ضد طرف، لكن احنا بنأكد على كلام او على قرارات مجلس اداره نادي الزمالك. مجلس اداره نادي الزمالك قرر بان هو يعترض بشكل رسمي على كل الاحداث اللي بيمر بيها الدوري. مشروع من حقك كنادي ان انت يبقى عندك تكافؤ فرص، يبقى عندك دوري منتظم، ما يبقاش فيه غلطات في التحكيم، تبقى عارف المؤجلات، فكلها طلبات اقل من العاديه كمان، طلبات الطبيعيه جدا. وده اللي احنا بنتكلم فيه، ان احنا النهارده الطلب طالما مشروع والطلب طالما موجود، ليه بقى احنا بنوصل لمرحله فكره ان نادي الزمالك في خطاباته من البدايه بيقول يا جماعه، او في بياناته من البدايه بيقول يا جماعه في تجاوزات في حقوقنا من حيث التحكيم، من حيث المؤجلات، من حيث المباريات، من حيث تكافؤ الفرص. وبالتالي شيء طبيعي جدا ان كانت الامور دي كلها توصل لمرحله الى حد ما هي مرحله الصدام الرسمي بان احنا لازم ناخد كل حقوقنا علشان خاطر في النهايه هيحاسب مجلس الاداره ده قدام جماهيره. استاذ هاني انا هنا بقارن مع حضرتك جزئيه هامه جدا، الا وهي تصريحات كل حد في موقع مسؤوليه زي مثلا الاستاذ ثروت سويلم لما جه يتكلم، تصريحاته كانت لا تليق باسم وتاريخ ومكانه نادي الزمالك واتكلمنا عنها. تمام. الكابتن محمد فاروق لما اتكلم اعتقد ان التصريحات لا ترتقي ولا تليق بمسؤول او بنائب رئيس لجنه الحكام، ان هو الماتش الاكثر جدلا واخطاء تحكيميه بالجمله في مباراه بين الزمالك والمصري بورسعيد، يقول لك انا مش متابعها او انا ما اتفرجتش عليها. لا هو بيهرب بس. صحيح. فلما تيجي تشوف على الجانب الاخر تصريحات الاستاذ احمد دياب، اعتقد ان هي مقارنه بهذه التصريحات هي افضل تصريحات كمسؤول، الراجل معترف ومتحمل المسؤوليه. فانا بس بقارن مع حضرتك هنا. انا دايما بقارن انا لما بنتكلم الاول علشان بس نجزأ الامور، استاذ احمد دياب او رابطه الانديه ليها جزئيه اللي هي فيما يخص جدول المسابقات. صحيح. اتحاد الكره فيما يخص لجنه الحكام. فانا بحط النقط على الحروف فيما يخص كل حاجه
بنتكلم عليها علشان خاطر بس الامور تبقى متضحه. انا هنا مش بهاجم، انا هنا بوضح اختصاصات، بوضح اختصاصات علشان خاطر ده حق جماهير نادي الزمالك وكل الانديه اللي موجوده في الدوري الممتاز ان هي تلقى جدول مسابقه موجود. هل طبعا رابطه الانديه ادت صلاحيات اكبر للحاج عامر حسين او ان هو يحط الجداول ما كانش فيه مراجعه معاه من مجلس اداره الرابطه؟ مفترض نراجع نفسنا. احنا هنا بنتكلم علشان خاطر ناخد الدوري للوضع الافضل. فيما يخص بقى الحكام، علشان خاطر حضرتك كمان اتكلمت في مقدمه البرنامج نروح لها ده، يعني احنا الموضوع يعني الموضوع واصل لمرحله متاهه، ان الراجل يطلع يقول حد يتكلم مسؤول في لجنه الحكام ويقول الحكام ما بياخدوش مستحقاتهم ازاي؟ لا انا هقف معاك عند تصريح كده ونبتدي تمام. بدورك كناقد رياضي تبتدي تحلل معانا الموقف يعني، ونحط عناوين لكل حاجه ونحط حاجه في نصابها الصحيح. تمام. اولا الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام وله منا كل الاحترام وكل التقدير. اولا يا فندم حضرتك بتتكلم على مباراه هي الاكثر جدلا، هل من الطبيعي كمسؤول ونائب رئيس لجنه الحكام في موقع مسؤوليه ومنصب حساس ومنصب كبير جدا ان انت تقول ان انا شبعان وان انا عملت كل حاجه؟ طب ما دام انت شبعان او ما دام انت مش عايز شغل او انت مش عايز تكمل، طب انت قاعد ليه؟ تمام. اقول لحضرتك بس التفصيل من البدايه بقى في موضوع الحكام علشان خاطر يعني فضل. احنا واصلين لمرحله صعبه جدا. لازم الانديه تحاسب اتحاد الكره بشكل كبير جدا على تصريح فيما يخص المستحقات. مفترض ان الانديه في بدايه كل موسم او في بدايه كل دور تبعت المستحقات بتاعه الحكام صحيح. مع بدايه كل دور. النقطه الثانيه بقى والاهم، اللائحه لما اتغيرت بتاعه اتحاد الكوره في السابق، اللائحه نسبه حقوق اتحاد الكوره من الانديه اللي هي ال 15% فيما يخص حقوق البث اللي بياخدها اتحاد الكوره، النسبه دي كانت مقسمه قديما ما بين مجالس اداره الاهلي والزمالك والانديه مع اتحاد الكوره. تم الاتفاق فيها على حاجه مهمه جدا، ان 5% من ال 15% اللي بيتم الحصول عليهم من الانديه، تحصيلهم من الانديه، دول رايحين لتطوير التحكيم. صحيح. ده كلام في اللائحة. يعني المفترض ان انا كنادي الزمالك ببعت 15%، فلما حضرتك تطلع تقول ان الحكام ما بياخدوش مستحقاتهم ده تقصير منك. امال فين الفلوس اللي انا بديها لك؟ يعني انا مش متخيل ان اتحاد الكوره يطلع يقول انا ما اصرفش على الحكام. طبعا كارثي ان المستحقات، ان الحكام طبعا بيتاخر لهم مستحقاتهم وهم في ظروف صعبه، وده برضو سبوت لازم نتكلم عليه. فكره انت تدي الناس حقوقها علشان خاطر تقدر تركز شويه مع شغلها. لكن فيما يخص الكابتن، لو انت متعالي كابتن محمد فاروق او انت ما انتش عندك الوقت الكافي ان انت تقدر تشارك في عمليه اداره لجنه الحكام، ما حدش بيجبرك. انت في النهايه داخل عمل عام، احنا عايزين حد ينجح، مسؤوليات. عايزين حد عنده شغف للشغل، عايزين حد عنده جديد يقدمه. اكيد في الكواليس، بس مجلس اداره الكره انا شايف ان هو عشان في الفتره الاخيره الاشهر الاخيره فهو بيسلم الامور كلها، مش عايز يدخل طرف في صراع في اي حاجه. ودي ده امر كارثي طبعا، ان هم مفترض ان هم يشتغلوا لاخر يوم. لكن موضوع لجنه الحكام، حتى لو احنا فكره برضو رئيس لجنه الحكام البرتغالي اللي هو ما عملش اي حاجه في الكره المصريه او ما خدمش التحكيم المصري باي طريقه، لو احنا خايفين علشان امور تعاقديه نقدر نستدعي اي حكم دولي كبير من الموجودين في مصر والاسماء كلها كبيره يجي يشتغل معاه. انت عارف يا استاذ هاني ما تبقى من الموسم. اتفهم ان حضرتك لما تكون في موقع مسؤوليه وتطلع في ازمه او في موقف معين تطلع تقول حلول، صح كده؟ تمام. صح؟ ده الطبيعي. طيب. جدا. هل من الطبيعي ان انت لما تطلع في وقت حساس زي دوت عشان تقول حلول وتقول الخطه او البلان بتاعتك تطلع تتكلم تقول انا حكم كذا وانا عملت كذا، وتبتدي ان انت تفتح دولاب انجازاتك وتقول وتتكلم عن السي في بتاعك كحكم؟ طب احنا حضرتك كحكم سابق ده له منا كل الاحترام والتقدير، كمسؤول عملت ايه او اضفت ايه؟ ده سؤالي. لا، ما احنا بنتكلم في نقطه ان احنا دايما لما يكون اي مسؤول في موضع مسؤوليه وبيلاقي فيه انتقادات وفيه اخفاقات موجوده بالفعل، محدش اي طفل صغير في الشارع عارف ان في مشاكل في التحكيم المصري. يعني مش الكابتن محمد فاروق ولا اي حد، لا ده كل الناس في الشارع عارفه ان في مشاكل في التحكيم المصري. لا، هو كابتن محمد فاروق زعلان ان الناس بتنتقده. ما يشتغلش في العمل العام. اي حد حضرتك دلوقتي موجود قدام الشاشه، لو انت رفضت فكره ان الناس تنتقدك والناس تعترض على اي حاجه فيها شايفه ان هي فيها خطا، لا من الطبيعي من حق الناس طالما احنا في عمل عام ان الناس تتكلم. طب ما احنا ازاي هنروح صح؟ طب ما يا كابتن انت رحت بطولات دوليه، انت كنت حكم دولي ورحت بطولات دوليه، هل اللي بيطبق في البطولات الدوليه هو انت اللي بتطبقه عندك؟
فين معسكرات الحكام؟ انا بقى لي فتره كبيره جدا ما بسمعش عن معسكرات حكام. فين احتياجات الحكام؟ فين زي ما بنتكلم على مستحقات الحكام؟ الحكم بشر وشيء طبيعي جدا اي عنصر من العناصر زي ما بنقول في دلوقتي وبنشيد بمجلس اداره الزمالك ان هو بيوفر السله الماليه اللي يخلص بيها مستحقات كل اللعيبه عشان خاطر يركزوا مع الفريق. نفس الوضع في اتحاد الكوره، انت مطالب ان انت الفلوس اللي الانديه بتديها لك دي علشان خاطر جزء منها رايح للتحكيم، المفروض انت تديه المستحقات للناس علشان يقدروا يشتغلوا بشكل كويس. لكن النهارده المناخ العام في اتحاد الكوره لجنه الحكام فارطه، مفيش ليها رابط. الراجل يبدو ان هو برضو رئيس لجنه الحكام عارف ان هو ماشي في شهر 8، فبالنسبه له الامور خلاص بيفنش وان هو مش هيتجدد له. فاحنا كان المفروض ان احنا في نص موسم يبقى في تحرك سريع جدا من اتحاد الكوره ومن رابطه الانديه بان هم يستدعوا حكم دولي كبير زي كابتن جمال غندور مثلا، كابتن عصام عبد الفتاح، ايا ما كانت الاسماء اللي موجوده، في اسماء كتيره، استدعي واحد اقول له تعالى اشتغل جنب رئيس لجنه الحكام الحالي لحين انتهاء الموسم علشان انقذ ما تبقى من المباريات. استاذ هاني، بتشوف ازاي برضو تصريح الكابتن محمد فاروق وهو بيقول للكابتن الكبير كابتن جمال الغندور ان احنا في حرب ولازم كلنا كحكام ايدينا تكون في ايدين بعض؟ ف يعني هي ولا حرب ولا خناقه، هي رياضه وكوره، وانا مش عارف ليه كابتن فاروق بيكبر المواضيع وبيصدر صوره للناس اعتقد ان هي مش اقول صحيح. لحضرتك لان هي زي ما بيقولوا المركب غرقت، الاخطاء التحكيميه كبيره، المشاكل كتيرة، مش حكم، مش اتنين، مش تلاتة، مش مباراة واحدة، مشاكل كل الأندية بتصارع على الإيه؟ بتصارع مع اتحاد الكرة على فكرة التحكيم ومستوى التحكيم. طب الأخطاء موجودة، الأخطاء موجودة، فبالتالي إيه اللي بيحصل؟ المفروض أنت كابتن محمد بدل هو بيحاول يبرر، هو بيحاول ياخد الموضوع إلى حد ما إلى فكرة طائفية شوية، اللي هي فكرة أنا أو فكرة عنصرية شوية إن هي اتجاه التحكيم. محدش بيحمل التحكيم بس، إحنا بنحمل كل المشاكل اللي حصلت في الدوري الممتاز كبطوله ان احنا نقف عندها ونقول واحد اتنين تلاته. بنتكلم في حقائق. طب يعني هل مجلس اداره مش بنخترع العجله يعني. هل مجلس اداره نادي الزمالك هو اول فريق او اول نادي اعترض على التحكيم في مصر الموسم ده؟ 18 نادي اعترضوا في الحقيقه وكان مشاكل كتير جدا وبيانات رسميه وكل حاجه. طب هل الانديه ما اعترضتش على موضوع الجداول والمباريات والملاعب وفيما يخص ذلك؟ كل الانديه اعترضت. النادي الاهلي من بدايه الموسم كان بيعترض على فكره ميعاد السوبر ومين هيشارك ومين مش هيشارك، والدنيا كانت في مشاكل عنده كبيره جدا مع اتحاد الكره في غياب والرابطه في غياب الايه؟ في غياب الشفافيه فيما يخص الخريطه بتاعه المباريات. بالتالي لما انت حضرتك تيجي تتكلم كلجنه حكام، انت الاول تقول لا يا جماعه احنا محتاجين نقفل على نفسنا، محتاجين نعمل معسكر مغلق، بنطالب اتحاد الكره ان هو يوفر لنا الموارد الماليه. تصريح اخير بس هاخده منك قبل ما اطلع لفاصل، تصريح الكابتن محمد فاروق عن الحكام، قال لك التحكيم او الحكام خط احمر، انا عايز اخد منك تصريح عشان مضطر اطلع لفاصل. هو يعني هو بيحاول يحافظ على هيبه الحكام، احنا معاه في النقطه دي، لكن فيما يخص لما تكون عامل اللي عليك. اديني حقي عشان خاطر احافظ على الحق. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ هاني عبد النبي، فتابعونا. من جديد بجد الترحيب بحضراتكم. الاستاذ هاني عبد النبي ما زال مشرفنا ومنورنا. استاذ هاني، انت كان ليك تعقيب على جزئيه مستحقات الحكام اللي كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام كان بيقول ان الحكام ما بياخدوش مستحقاتهم. تمام، هنتكلم يعني هنقول متوسط مثلا لو في الدوري الممتاز الانديه بتحصل من البث الفضائي حوالي 300 مليون جنيه مثلا، هنقول ان ال 15% منهم بنتكلم في ما يقرب من 45 مليون جنيه، يعني ال 5% حوالي 15 مليون جنيه. الف ب دول بيروحوا لجنه الحكام، دول مش بيروحوا لجنه الحكام، دول المفروض فلوس الحكام في اتحاد الكوره البادجت ده من الانديه، ده اللي جايين من الانديه كمان. نعم. ما لهمش دعوه كمان فيما يخص الايه. يعني احنا بنتكلم في متوسط 15 مليون جنيه كل بدايه موسم او مع كل موسم لما الانديه بتبعت الحقوق بتاعتها لاتحاد الكوره في 15 مليون جنيه. امال ايه الحكام ما بياخدوش مستحقات؟ ده لسه بقى، ده احنا ده 15 مليون لسه ما اشتغلناه. طيب نيجي بقى كمان الانديه مع كل بدايه موسم بتبعت في الدور الاول مبلغ حوالي 500-600 ألف، ربما يكون وصل مليون دلوقتي، ومع الدور الثاني نفس الوضع. طيب انت بتتكلم في 14 نادي بيدوك مثلا حوالي 20 مليون جنيه كمان اضافيه، اللي هي المساحات اللي بتدفع مع كل دور.
فبنتكلم في حوالي 35 40 مليون جنيه. لما انت بتاخد المخصصات دي تحطها في اي حاجه تانية وتعجز عن انك انت تدي مساحات الحكام، اكيد ده بيأثر سلبا على مستوى التحكيم. زي ما قلنا في الانترو كده، هو بيدين نفسه، هو بيدين نفسه كاتحاد كوره، وهم عارفين ان موقفهم ضعيف، لكن للاسف محدش بيتكلم من الحكام على فكره ان هم حقوقهم فين، او هم مش عارفين حقوقهم رايحه فين. لكن الانديه عامله اللي عليها من ناحيتها في ان هي بتدي مستحقات الحكام بشكل كبير جدا وبشكل منتظم. فبالتالي اللي عايز، اللي عنده مشكله مع فكره المستحقات دي، ما بين مشكله داخليه ما بين مجلس اداره اتحاد الكوره وما بين لجنه الحكام. نادي الزمالك مش طرف فيها، الانديه الاخرى مش طرف فيها، ونتمنى ان الموضوع ده يتحل برضه. يعني لان هم في النهايه الحكم لو ما خدش مستحقاته مش عارف يركب عربيته، مش هتاخد المردود اللي انت عايزه. يعني مش هيقدر، هو هيبقى عنده برضه ضغوط ان هو مش قادر ياخد عربيته ان هو يحط فيها بنزين ويروح لحد استاد القاهره علشان يحكم مباراه. طيب سريعا عشان وقتي بيخلص، اتفضل هاخدك في محورين. احنا دلوقتي هنا في قناه الزمالك بنطرح القضيه او المشكله، ولازم بنطرح الحلول او الروشته. فهنتكلم في محورين فيما يخص الحلول. اول محور، بتشوف ازاي يتم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بدوري يضم 18 نادي؟ من البداية خالص مفيش استثناءات، مفيش نتعامل مع جيراننا على ان هم برضو خدوا تجربة سبقونا بيها زي الدوري السعودي. فبالتالي لما نيجي نتكلم على مفيش حاجة اسمها انا عندي تطبيق لائحة، واللائحة طالما قالت ان النادي هو بيلعب بره القاهرة او بره مصر ياخد 4 أيام وجوه مصر 3 أيام، تطبق على الجميع علشان خاطر الكل يلعب والكل والمسابقه تنتظم. وبالتالي لما المسابقه تنتظم هيبقى في ضغوط. انا عندي كاتحاد كوره بسجل 35 لاعب، انا بظلم لعيبه كتير جدا ان انا ما بجبرش الفرق الكبيره على ان هي تلعب مباراه كل 3 أيام. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ في اللعيبه واخده راحتها بشكل كبير، الانديه واخده راحتها بشكل كبير جدا، فبتعتمد على 14 15 لاعب، وده بيضر المنتخب المصري او المنتخبات المصريه بشكل كبير جدا. فبالتالي اي مسؤول هيجي في رابطه الانديه بدايه من الموسم الجاي هو واتحاد الكره اللي هيتولى الامور، طبيعي جدا مفيش استثناءات، مفيش لازم يبقى في عداله، اللي هي اول مبدا في مبادئ الاتحاد الدولي لكره القدم ان احنا نطبقها. فكره ان يكون عندنا جدول منتظم يبدا في شهر 9 ينتهي في شهر مع نهايه شهر يونيو الموسم. وبالتالي ان احنا زيك زي بره، يعني زينا زي بره، مفيش حاجه اسمها ان فريق متضرر من فكره الجدول ولا ضغوط ولا مشاركات. ومعروف جدا الاجنده الدوليه معروفه للعالم كله، اي فريق بيشارك في اي بطولات كبيره معروف من البدايه جدا. وبالتالي النهارده لما نيجي نتكلم على ضغط مباريات، دي مش حاجه، لان انا بدي فرصه لكل نادي ان هو يسجل من 30 ل 35 لاعب. وبالتالي انت ما عندكش مشكله في انك انت تلعب ماتشك بالسكند تيم او بالفريق الثالث كمان عندك، انت صحيح. عندك 30 لاعب. دي نقطه. النقطه الثانيه على اتحاد الكره ان هو يتحمل مسؤوليته في فلوس انت بتتلقاها سواء كان من الاتحاد الدولي او من الانديه فيما يخص الحكام وتطوير الحكام. انت فين من النقطه دي؟ شيء مؤسف جدا ان حكام المصريين ما يكونش الحكم بياخد على مستحقاته. ازاي النهارده؟ طب هل نرجع للعهد القديم ان الحكم ياخد فلوسه من النادي وهو رايح الماتش، ونلاقي لعيبه بعد حكام بعد كده مش قادره تنزل المباراه علشان النادي اتاثر وما قدرش يجيب له زي في انديه الدرجه الثانيه والثالثه في البدايه؟ فاعتقد ان موضوع المستحقات لازم ينتهي بشكل كبير جدا، والحكام تاخده بانتظام، جدول المسابقه يكون منتظم. اعتقد ان الناس اللي هتقدم نفسها في رابطه الانديه او اتحاد الكره في الفتره الجايه لازم يكون عندها فراغ كامل للمنصب علشان خاطر فكره ان انا متفرغ للعمل العام في مجال كره القدم او في مجال اتحاد الكره، ده ضروري جدا علشان يبقى كل تركيزه مع صحيح. المنظومه. نعم، هاخد منك عنوان كيف يتم اصلاح منظومه كره القدم في مصر في الموسم الحالي، عنوان واحد بس، ولكن هسيبك تفكر في العنوان ونروح لموضوع حلقتنا مع جمهور الزمالك العظيم. البداية أو موضوع حلقتنا النهاردة كان رأيك في قرارات اتحاد الكرة بالتحقيق في كل الأخطاء التحكيمية بناء على طلب من نادي الزمالك. البداية من عند أيمن الفيومي اللي بيقول إحنا مع أي قرار هياخده مجلس الإدارة، ومتأكدين أنه في مصلحة النادي وفي مصلحة جماهير الزمالك العظيمة، ولن يفرطوا في حق وكرامة النادي الملكي العظيم. كل الدعم للكابتن حسين لبيب والمجلس الإدارة المحترم. مساءك زملكاوي جميل يا أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم ولكل أسرة البرنامج. بشكرك يا أستاذ أيمن، شكرا جزيلا.
عزيزة أحمد بتقول طبعاً خطوة كانت لازم تتعمل من بدري من قبل الزمالك، والزمالك يقولها وباقي الأندية. بشكرك يا أستاذ عزيزة، شكراً جزيلاً. يونس أبو فريح بيقول مساء الخير عليك يا أستاذ أحمد، خطوة كانت لازم تتعمل من بدري، اللي بيعمله الزمالك تطهير للكرة المصرية، كل الدعم لمجلس إدارة نادي الزمالك، وأتمنى عدم لعب أي مباراة قبيل تنفيذ مطالبنا. تحياتي ليك ولكل فريق العمل. بشكرك يا أستاذ يونس، شكرا جزيلا. العنوان العنوان اللي نقدر نتكلمه تعديل القانون الرياضة في أقرب وقت ممكن، وصياغته بالشكل اللي نقدر نتحكم فيه في كل قوانين بشكل احترافي اكبر. كنا نتمنى ان هو يخلص الفتره دي، بس احنا نتمنى الموسم القادم ندخل وكل الانديه وكل الاتحادات بتطبق الشكل الجديد من القانون اللي احنا بنتمنى ان هو ينتهي في مجلس النواب، وبالتالي في حاجات كتير جدا هتتحل بقى مع الموضوع دوت، سواء كان تحكيم رياضي او خلافه، علشان خاطر كل نادي يعني عنده مشكله او كل منظمه عندها مشكله تقدر ان هي تاخد حقها وفقا للوائح والقوانين اللي هي بتنهي اي حاجه. لجوء الزمالك النهارده لجوء شرعي جدا، سواء كان المنظمات المصريه او الفيفا، فاحنا بنتكلم بنقول عايزين نحل مشاكلنا داخليا الاول، وبالتالي لما تتحل داخليا كل حاجه هتتحل ان شاء الله. اتمنى ان يكون القانون هو بدايه المؤسسيه في الدوري المصري الممتاز الموسم القادم. اخيرا هاخد منك عنوان لجوزيه جوميز، كيف يتعامل مع هذه التحديات داخل فريق نادي الزمالك من النواحي الفنيه؟ مدرب من القلائل اللي صنعوا شكل نادي الزمالك شكل احترافي، قليل جدا لما بتلاقي النهارده ان في مدربين قادرين يفهموا التكتيك بتاعه، بس انا شايف ان هو عامل شكل نادي الزمالك بشكل كبير جدا، قادر يستغل كل امكانيات اللعيبه اللي عنده في الوقت المناسب. احنا بنتمنى له التوفيق في الماتشات اللي جايه، واعتقد ان عوده يوسف اوباما واحده من ابرز الايجابيات اللي هو بيحققها دلوقتي، ان هو يجيب لاعب من بعيد خالص بعيد عن المشاركه بشكل كبير، ان هو يبقى احد النجوم الهدافين للفريق. كلمه لمحمود علاء. شكرا، انت قدمت وكنت جزء من صناعه فرحه جماهير نادي الزمالك خلال 10 سنين اللي فاتوا، وانا بشكل شخصي بحب اللاعب المجتهد اكتر من الموهوب، لان الاجتهاد 99% من النجاح. كلمه لمجلس الاداره. شكرا، اول مره عبر تاريخ نادي الزمالك ان انا اشوف مجلس متكاتف في ازمه كبيره زي ديت، احنا مش شايفين اي انشقاقات، ما فيش اي ازمات، مجلس بيعمل في صمت دون ضجيج، وانا اعتقد ان الحاجات دي كلها تحترم، لان احنا بنصدر صوره ايجابيه جدا عن نادي الزمالك، قدرنا نكسب احترام كافه المؤسسات اللي بتعمل في الرياضه في مصر، واتمنى ان احنا نستمر على هذا النهج، وبجد احنا بنشكرهم لان هم قادرين يجمعوا كمان الجماهير حواليهم، وان هم يعملوا بجد كيان لنادي الزمالك بشكل او بصوره افضل. كلمه لجمهور نادي الزمالك. يعني انا واحد من الجمهور طبعا، وكلنا بنحب كيان نادي الزمالك، بس انا اعتقد ان مفيش اوفى من جماهير نادي الزمالك، دايما واقفه كلها في ظهر النادي ومجلس الاداره واللعيبه، اعتقد ان اللي هم بيعملوه النهارده ده لمسه وفاء غير عاديه لمجلس الاداره، ان هم بيقولوا النهارده احنا في ظهركم ومساندينكم، وبالتالي مجلس الاداره علشان كده بيحمل على عاتقه فكره ان هو يحاول يجيب كافه الحقوق للجماهير ان شاء الله في اقرب وقت. استاذ هاني عبد النبي، شرفتني ونورتني. أنا اللي سعيد جدا، ومتشكر على أن أنا كنت معاك النهارده. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا، وهختم حلقتي النهارده أو هختم حلقتنا النهارده بآخر كلمة كنا بنقولها أنا والناقد الرياضي الأستاذ هاني عبد النبي، مفيش أوفى من جمهور الزمالك. السلام عليكم.